تشكاري يعني لي سيت مكبريف د نادور د درويكم خلي استضافيا يعني خصو انهم جواب نخصو انهم يعني زيش يعني خم زوارو تو يعني مشنو تو السنم يعني تو يجم الطلاق يوقع جرايمش الفرق وعروي يعني بدون استثناء لا الرجاء ولا وينت ولا الامل نظرا يعني الالتزامات تو غريغه برا وين قربوا طلاق ندور في مارتينو دور كيبوينو دور يعني غو عروي ثاني تاول ثانيا يعني السؤال نوم يعني تو غريش الالتزامات دي برا يعني تو غريش دي برا يعني الا انه مؤخرا زريغ انه فريق الرجاء الرياضي العروي يعني دقيج الاستعدادات للدور الاول كواردان زوارو يعني باش انسان فريقها يعني شغاري ام الامل ام عروي تكني ام الامل ام الرجاء تكني غاس مره لاحترام جميع حرم من المكونات مثلث المكتب ولا الاطر التقنيه ولا زوينات الا اجن حاج يعني نزل نساعد الرجاء العروي يعني نزرع انه ديني الملامح للصعود رامي غيني غير الملامح للصعود قارغ الملامح وقارغ الصعود لانه الصعود يتزع عبر مجهود لا يلعابن ولا المكتب المسير ولا الجمهور يعني وصير انا عاون الشرم غيني غاد عاونه كودر تعاون غير الامل وعروي كودر لانه تكني غير جميع الاحترام مش تغنيغ فريق رجع الرياضي العروي يعني اديني مقبل الصعود اديني سوا ورا مقبل الصعود في انتظار باقي النتائج يعني غنحقق ان شاء الله الا انه يجن حاجته هو انه يعني مش بدات نقار يعني ما حكى جلدك مثل ظفرك يعني وذاك تحكي يرمنش الا وينات الا الشارنش تنتمنى انه تريج المسانده لجميع الاطر وعروي زعما تريج المسانده لانه فريق الرجاء الرياضي العروي فريق وعروي لا داعي باش نقيم يعني انا حمو يعني نسي ورد الفريق لا قال الميزانيه نفر بغض النظر خل الميزانيه بغض النظر يعني جميع الحوايج اني ري دومه يعني اثنين الفرق اذا تقوا عروي اديرين دومه جرس لا داعي للحزازات لا داعي للتكوينات لانه واش تمني غير زوينتها تمني غير انه زعما لا الامل الرياضي وعروي ولا الرجاء يعني ديريج التعاون فيما بينهم يعني ما ريخش الرجاء هذا السيوش الامل ما ريخش الامل هذا السيوش الرجاء ام ذو بالون الا انه يعني تصطدم سجل الواقع مر هو انه يعني ديني بعض 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 يودان شاتني يعني بعض الاخوان لانه نسخر غير خير تفاجات انه شن الاقوال شن الاتصالات كي لعابان شن وينات هذا نفش بارتي دو غاتبس ماربيترو يعني باش تلقى ناقص نقطة مرة مانا يا ويتي تكن بعض الاعضاء يعني بعض الميودان بعض الاخوان بعض الاصدقاء بعض يعني ينيتو غنحس بيتن يعني تفاوت منا يعني تطاولنا غادا نعاونن يعني في فريق الرجاء لانه يعني مؤخرا وقع الاتصالات كي حراما وقعنا الطاسن حوايج يعني لا داعي مانايا مش مرة صريغ انه الامر الرياضي وعروي تقعد لا هذا الصفقة بحرارة هذا الصفقة ويعني قادني فارق يعني يقام له ويقعد أدق انتقادي السلمي أدق انتقادي يوذني ديني يعني الفارق يقوار من حسنين إلى أحسن لذا نتمنى أنه جميع يعني المكونات وعروي تلتم حول فارقين يعني جميع يعني للجمعية جنب وعروي ورا وينت ورا يعني ما يسمى يعني هيئات المجتمع المدني أدق فارقين السنين هذا سمتو شجنية المساعدة ولو سقمهم لانه دي غياب الامكانيات الماديه جات تكلف الزيت البلديه توريغ انه يعني ادعونا معنويا لانه المعنويات هي كل شيء. نتمنى يعني في المنبر نوم المنبرين نوم يعني انا في الاذان صاغيه هاد الناس انا معاون سواء الرجاء سواء الامل لانه تمثال سنين يدنغ لا الرجاء ولا الامل تمثالان اعروي تمثالان ساكنات العروي يقعد الامل يعني قاعد وعروي يقعد الرجاء يعني قاعد وعروي خصنا نختار ايش الفكره جماعيه يعني بحكم يعني تجربه متواضعه مش اديني صور انا الرجاء يطرب كيبو الرجاء هو غاسعد بالفكره اني وقعد ماريوس تو قاعد مرحبا سي سوا ولكن اللي حد الساعه مازال خنطرب كيبو مازال يعني الاعين نخ الصعود والاعين نخ التربيان كيبو لانه لا يعقل اتت مستورده ايش اللي هذا الضم قراني لعاب في خارج العروي ماشي غنرضى الطاقات اتيني سوا ورا غنرضى الطاقات خصها الخدمه غنرضى الطاقات خصها يعني الاهتمام غنرضى الطاقات يعني خصها ويزي فايسين غنرضى الطاقات يعني من غينيغ هو انه دا حراما جاتني الكلمات من سندي الانديه العريقه ديال المغرب لذا ما يمنش نقيم لا بدا ديال الفكره هو ادنا ويا لعب زي برا ادا سنوش هو ذا نغي تيشبو ما نايمين زي سمترجا كاطر تقنيه لذا انك الثقه اللي تروى النقد ثروة عروي انك الثقه يعني دي الناشئه يتجن تقوا عروي انك يجي الثقه دي ثروة عروي ونشيشه عامه لانه لا يعقل
باش يعني نهار غتصوت نهار غتسقيط نهار غتشب. يعني انا شي حاجه نوقفي حراما، انا شي حاجه نوقفي الاطر وعروي، لانه ذا الاطر مكونه دوينه. لذا يعني هذو مني بكل صراحه يعني غنغدر بعروي ام شنو القار يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. يعني انا كنت غادي ثروه مارس النب، انا كنت غادي كوينات وانا حني كوس ان شاء الله. محمد شي مش نتس المشكل الفرقه وعروي كاريه تسير ما كتبي تسير كبوغات غابا عام كمال جا المدرب ديال عابني كواجه الماتشات تكون غابارات كذا بحكم الخبره غاش وكل شيء لا واجه المشكل يتعلق التطور الرياضي بعارف كلام منش على صواب. يعني افتقدت تسير رغم وجود يعني وجود كفاءات اسيني غام بسوا ولدني كفاءات السيارة الا انه رميت تصطدم سجل الواقع مر هو انه رمي غتاب المسير غارس التزامات نس عمليه يخدم غشاني ودان لانه لا يعقل يعني باش هذه ديني يعني النهار تيبغي يحضر ديني يجي النهار تيكري ملتزم يعني سوينات الناس ملتزم في الخاص العمل الناس ملتزم يعني اما تجاره الناس خاصه واما يعني عمل الناس كموظف باش نوينات النظمي. لذا يعني تمني انه يعني ادوش الاهتمام رغم انه الالتزامات نسندوينات ولكن هذه قيمة الاهتمام اجيني غير جمهور يعني مش سلمين بارقر انه المسيري ويران بالون عما هذا شي حس يعني من التعانى ولعب من التعانى يعني الفارق. لذا يعني نتمنى غاصح الفكريه وورنش يعني على صواب 100% لانه من تفتقد هو انه تفتيش جندار الرئيس سيس رئيس سيس كاتب عام سيس سيس كل شيء لا يعقل لانه المكتب يتكلف يعني المكتب يتالف زي الرئيس النائب النزوينات ذي اللجان لانه من يجي الخدمه تيري ذي اللجان حتى اللجنه التاديبيه باش اديري 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 فوربو يعني هذه صح القول اني الجسم السليم في العقل السليم يعني تيري الاخلاق دي كيبو يعني زياده رمي تيري الحضور للمكتب تيري دافع معنوي يلعب باش هذوش كثار يعني تقول ندير المستقبل. وشكرا لخليفة الدفاع. سي محمد على حسب التجربه النشطه مقران تقيم حدو شي سين ام زيانه مقران. شكرا. قد الصعودي الهلال الناظور القسم الثاني ما مشت والدتك اللي عروي مستقبلا ديال الرياضه ديال البالون خصوصا ما غاش المستقبل لسه تساوي ثاني هما ديك قمم المشاكل ان المكتب المسائل مش نستنش المري غاب على الرئيس لان المكتب غادي يسيري بويا على الرئيس وهاي تيري دايس النائب تيري دايس المسائل. شكرا سي فريد لانه يعني السؤال مش واجه هو واجه جدا. المستقبل الرياضه ديال عروي متعلق سي ودان مسنوي كيوزان النق يعني خصنا غنكرم خدم ثروان مارس النق يعني كل جن زي الجانب النس كل جن يعني زي الجهه النس هذه يخدم يجن زي المسائل التقنيه المسائل يعني نوينات ذا الاطور كفاءه ذا الاطور يعني غيويني لنا ورنس مستقبلا يعني غاميني خصنا هو خص شويه الاهتمام الناشئه وعروي خص شويه الاهتمام لي جينيور الشبان الاهتمام الكادر الفتيان الاهتمام الصغار هذه دوريات تقام يعني على 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 مواجهنا الرجاء ارى الرندان الدوريه مش طبعا تقرب لها الا انه يعني مش دوري مش تكرينه هو انه انا عمم بالون درت شوار انا عمم بالون يعني ديال الاحياء انا عمم بالون عبر دوريات اسف تقام دوريات يعني الدوريات اللي غنقام يعني هذه دوريات يعني وتجي هذه تغى العامل فوز الكاس اكثر من غيتغى العامل يعني التربيه يعني حراما ام شنو خارج المثل يعني الرياضه تربيه للنفوس قبل ان تكون نيلا للجوائز والكؤوس. لذا المستقبل عروي المستقبل ضاقرا للميدان وبارون الا ان خص الاهتمام اما شنو تسني تكورنش المكتب يتالف صار رئيس المكتب يعني راه غيني غير المكتب النائب الناس النائب الثاني يعني امين المال النائب الناس يعني الشيء من تستغرب انه تقول عروي راه غيغاب الرئيس يطيح كل شيء. هو خصنا انه نهار يعني نهار الجمع العام ادير جمع عام مبني اسس منطقيه مبني قانون باش انا وضع يعني هذيك يجي المكتب يعني هذيك قاعد سني يجي المكتب ديال المستوى مكتب يغيرين يعني يعرف ما له وما عليه يعني السن من خاص الواجبات خاص المسؤوليه الناس. لذا تمني يعني انا ربما في ظل الحراكه يتجان دوينات من جهاد المغرب الامه العربيه يعني نتمنى هو انه ذي الميدان الرياضي هذه ربيع رياضي هو انه نجي القطيعه
اكميتوا زيش اركيز القطيعه اكي وذني يعني تخزن الجمعيه يتسرق الجمعيه لاغراض خاصه اما لاغراض انتخابيه او لاغراض ماديه هو انه يعني ديك الكوماس هذه تسوق دي فاكتورات هذه تسوق الفينات باش هذه يستافد من التزيش الحوايج ذات التواريخ انه يعني مستقبلا خصنا غنيري يمو انيري يعني نتك مكتب نبني يعني خيوذان يتجن نزهاء يوذان غير يتجا ايادي نظيفه يوذان يعني غيوشن يوبالون وعاروي اما فيما يخص العابن اشتوارق انه العابن موجود العابن بعاروي لا داعي باش نقيم يعني ربداوي تزي برا نخدم من غير نبدي ثمارتنا من دار غير خصنا اما اس نخدم واما اس نويج القدوه هذه اللي بعدها قدوه يعني هذه واش دروس يوذان غير نبدا بعاروي لانه تصطدم انه نتوج شي لعابن غير نخار زي سندات بعالو ما يميس نتغير ويا ما اللي استفاد زي سندات استفاد هذا ويغي جن خار زي من غاري الزي استفاد لي حرما الزي استفاد كيبو وديري يعني اولا الاخلاق الناس فوق كل اعتبار سمورني محمد نتمنى ومج المسيرة موفقة إن شاء الله شكرا سي فريد شكرا للإخوان خليستي الضفايا يعني ونتمنى أذر الزوارم الشيء مقعد إن شاء الله إن شاء الله شكرا, شكرا.